أعداد الفترة اللي فاتت من الكورونا من الرياضيين، ولكن الحمد لله الأمور جاية هادئة والأعداد بتخف بسرعة. شفنا في المنتخب الأولمبي عدد، شفنا في منتخب الأول صلاح، شفنا النني، شفنا برضو في عدد كبير من الأندية المصرية دلوقتي موجودة. ونادي الزمالك، نادي الزمالك في حالات أكتر من حالة لا كورونا زي ما أنتم شايفين قدامنا. فريق كرة القدم حالتين، حازم إمام ومحمد حسن. فريق الكرة الطائرة 9 حالات، فريق كرة السلة حالتين، كما تقرر خضوع باقي فرق الألعاب الأخرى لفحوصات طبية اليوم لاطمئنان عليهم، خاصة أن جميع الفرق تتدرب على نفس الصلاة. بيعجبني الحقيقة التحرك بتاع الأندية الكبيرة ومنها الزمالك، التحرك على طول السريع والتعامل مع الأمر. خلاص إحنا حفظنا الموضوع ونبتدي نتعامل معه إن شاء الله بإذن الله. كل الحالات دي للشفاء، وإن شاء الله بإذن الله كلهم يشفوا على ألف خير ويرجعوا للملاعب. الزمالك فيه، الأهلي فيه، سموحة كان فيه، الاتحاد كان فيه، مصر المقاصة، الإنتاج الحربي المصري، أندية كتيرة جدا جدا جدا. واتمنى يا رب يا رب الشفاء